انا فرحان من اللي يرفع وانا قال يا ويت روح رام رانا فرحانين وبارك علينا جي سي هي عمري عاود انا الغالي يبقى غاليا مهما طال الزمن او قصر هو حال اعرق انديه الغرب الجزائري غالي معسكر الذي حقق الاهم في مباراته الاغلى هذا الموسم في ختام بطولة القسم الثاني للهواة عن مجموعة الغرب بعدما عاد بالنقاط الثلاث من سفرية خميس مليانة أمام الصفاء المحلية نقاط أهدت أحفاد الأمير عبد القادر ورقة الصعود إلى الرابطة الثانية بعد صراع محتدم مع المنافس الآخر شباب ودرهيو الصعود نسحقوه من ديبيد لانينا نخدمو وصرحنا في بداية العام قلنا غادي نديرو ينيكيب ونلعبو على لاكسيسيون وخدمنا من ديبي تاع العمران نخدموا وربي وفقنا والنتيجه هذه هي ظن ان اكسيسيون ميريتي مالغري الصعوبات اللي لقيناها في المشوار تاعنا وحققنا الفوز وراني فرحان بزاف شي تري كونطون بور مون كلوب نقاش نوصف لكم هاد الفرحه اللي راه فيا انا كيما نقول لك الحمد لله يا ربي نحمد ربي ونشكره اللي وفقنا وكان معنا اليوم كيما يقول لك نشكر كاع الناس اللي عاونت هذا الفريق ولي حقق لاكسيسيون ونشكر هذا الشعب هذا اللي ما يستاهلش هذا النيفو. عميد أندية الغرب الذي أنجب عديد نجوم الكرة الجزائرية خلال حقبته الذهبية في الثمانينات توج بحصد لقب البطولة موسم 84 و900 ألف أبرزهم الأخضر بلومي صاحب الكرة الذهبية الإفريقية لم يكن بوسع أحفاد الأمير الوقوع في الخطأ مجددا بعد نكسة ودره وعلى ملعبهم بالذات وتخيب ظن وآمال جماهيره العريضة المتعطشة لمبارحة قسم طال فيه المقام وهي التي لم تتعود سوى اللعب في قسم الأضواء. اش نقول لك الحمد لله كل شيء مبروك علينا الحمد لله هذه رانا في 10 سنين نسوفروا في هذا النيفو رانا فيه ما جا هذا الفوز اللي نهدوه للجمهور ان شاء الله الحمد لله يا ربي الحمد لله اللي حققنا هذا الفوز اللي كنا ننتظروا فيه في 11 سنه خاطر غالي معسكر فريق كبير وما يستاهلش باغي يقعد في هذو الاقسام اللي غالي معسكر اللي تاسس 1925 وراه عميد الانديه تاع الغرب الغالي الذي تذوق حتى طعم المشاركة في المنافسات القارية كما حدث معه سنة 85 بوصوله إلى الدور ربع النهائي من كأس أبطال إفريقيا كان ملزما ومجبرا على حصد تأشيرة الصعود حلم ترجمه أشبال محمد إسعد إلى واقع بفضل عزيمة زملاء محمد جاهل وحميد بن مراح والقائمة تطول والذين أسعدوا ولاية بكاملها